الاسلام الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن هيثم، مبروك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي وجماهير النادي الاهلي، فوز مهم جدا جدا جدا. سريعا كده الفوز بتاع النهارده، هاخد من كلام احمد الجرحي شويه وانا موافقه تماما ان النتيجه كانت اهم من الاداء، لان احنا فعلا الاداء النهارده فنيا غير راضيين عنه تماما، انما كان مهم جدا الفوز، يرجعك تاني بعد خساره، يخليك تركب الزمالك نفسيا. على فكره فوز النهارده ما غيرش حاجه في ترتيب جدول الدوري، الجزيره زي ما هو متصدر لان هو فاز على التامين، الحاجه الوحيده اللي غيرت بس ان التامين والاتحاد غيروا مراكزهم، ده الرابع ده الخامس، بقى ده الخامس ده الرابع، انما الجزيره والاهلي اول تاني. فالفوز مهم لكن ما غيرش حاجه في الترتيب، ولكن كنت عايز برضو اخد من كلام احمد الجرحي حاجه فيما يخص تومسون المحترف بتاعنا، ادى مباراه. انا كنت قايل في اول الماتش خالص ان هو مش سكور، او النهارده هو يعني هو العادي بتاعه من 10، لا النهارده عمل جيم هايل جدا. والحته اللي قالها كابتن احمد الجرحي بخصوص موضوع السوشيال ميديا والكلام على المحترف والتغيير والكلام ده، طب انت فعلا انت كده بتدور الفرقه، طب النهارده هو عمل جيم هايل جدا وكان من اهم اسباب الفرقه انها تكسب. هتقولوا ايه؟ سيبوا الناس تشتغل، وهو عمل جيم هايل جدا وكان من اهم اللعيبه اللي حققت الفوز، كان سبب في فوز النهارده. صحيح يا كابتن، اشكرك.